شكيت للسلطات، رواد الجهه بدايره قالوا لي دير دوموند وروع واللجنه وجرجروني. انا ما عنديش، انا من اي ساعه حمال عندي ثلاث دراري، الغريانه التاليه راه بيت موت لي، داك نجيب لك البي بي ديجا مهار يديتها راه في السبيطار، الجوارينا مجملين عليا خويا، مش جراف دير لي ولادي، هيا وين تروح دروك خويا؟ طلب من الواليه تشوف فيا، هذا ما نطلب، نطلب من شاف دايره يجي يشوف فيا، ماني نقول له دير لي، ما قلت له من نطلب يشوفوا فيا، انا في 11 عام زواج مازال ما قلتش كلمه، بصح كي راني برا الله غالب خويا، راني بيا بوبي برا، ما عندناش كون نروحوا، وين نروحوا؟ هذا انسان يستاهل حقه. انا نستاهل حقي، حنا واحد ما داش لا ولدي كبير لا ولدي صغير، لا انا واحد ما داش حاجه في هذا في هذا البلاد هذه، وعلى هذا ماناش مواطنين، الا ماناش مواطنين قولوا لنا الا بغيتوا ربي، الا بغيتوا ربي شوفوا فينا، شوفوا فينا الا بغيتوا رب العالمين شوفوا فينا. هذا الرساله عندي للوليه والشاف دايره